من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان و إذن هذا الحفل له رمزية كبيرة تتجاوز الدعم المادي والمعنوي المقدم للجمعيات، هي تأكيد على وجود إرادة سياسية قوية في العمل مع الجمعيات غير الحكومية ومع تنظيمات المجتمع المدني في الحقول الحقوقية والمعرفية التي يشتغلون فيها. نحن في استماع دائم لتعبيرات المجتمع المدني لقلقه وسعداء بكل الإضافات النوعية التي يقدمها ولإسهاماته الكبيرة في الترافع من أجل قضايا العدالة والحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية. المغرب اختار منذ أكثر من 6 عقود العمل بالنظام التعددي، واستصدر في تلك المرحلة قوانين الحريات العامة في نوفمبر 1958 في وقت كانت فيه السيادة والزعامة للأفكار الشمولية ولأنظمة الحزب الوحيد. لأن لبلادنا تاريخ مجيد في دعم الجمعيات في توسيع الحريات وفي السعي المشترك لكل مكونات الشعب المغربي من أجل إنضاج التجربة الديمقراطية وتوسيع الحريات. إذن رمزية هذا الحدث هو إرادتنا في وزارتنا وفي الحكومة للتعاون مع المجتمع المدني يدا في يد من أجل تنفيذ المشروع الديمقراطي الكبير الذي يحرص عليه جلالة الملك ويطمح إليه كل المواطنات والمواطنين من أجل ميلاد مغرب العدالة، مغرب الحقوق، مغرب الكرامة، المغرب الذي يفتح كل الأبواب أمام تنظيمات المجتمع المدني لتعبر عن تألقها وعبقريتها. توحدنا إذا أننا نولي عناية أكبر لتتبع تنفيذ المشاريع وموضوع الدعم للمواصفات إلى الوحدة الدعم. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.